ولكن مضي بالمزيان يعني مضي وحك لي ما عرفت شو ما عرفت شنو هو قالوا لي باش ديك الضربة اللي ضربني ما تبراش. السلام عليكم اخوة الاخوات، كرحب بكم معي في هذا الفيديو. دائما مع القضية ديال الشابة اللي كانت غادا في مطار سفر الامارات وتبع الطليق ديالها وشرم لها تما، يعني ضربها العنق ديالها بواحد الموس وكذلك قطع لها الاصابع ديالها كما غادي تشوفوا في هاد الفيديو. اول تصريح لها واول ظهور لها كتحكي بتفاصيل شنو وقع لها وشنو السبب اللي خلاني يوصلوا لهاد المرحلة هادي. فهي كتقول بان الوالدين ديالها ما وافقوش على الزواج نهائيا وتزوجوا مازال صغار 18 سنة وهي يمكن 17 سنة. فهاد الزواج هذا ديال الصغر تيكون بقلة المسؤولية وما تيكونش العقل حاضر. فدائما غادي نوجه رسالة للبنات وكذلك حتى الدراري بان يتمعنوا مزيان في هاد القضية هادي ويفكروا قبل ما يقوموا باي خطوه، لان الزواج مسؤوليه ماشي لعب. ودابا الدراري وليداتهم هما اللي بقاو الضحيه الكبيره في هذا الموضوع هذا. فنخليكم تسمعوا التصريح ديال هاد الشابه هذه اللي سميتها مريم. شي انا مسافره ما عليا ما بيا، حتى كنتفاجئ بالطالق ديالي واقف لي قدام باب المطار جرني بحال هكا قال لي انا جاي اليوم باش نقتلك. قلت لي اشنو كتقول؟ يعني ما جيت فين ندور هكا ولا هكا تجبد الباب ديال لونطخي. يلا غادي ندخل. توقف عليا قال لي انا جاي اليوم باش نقتلك. قلت لي شنو كتقول؟ باقا ما كملتش هضرتي جبد الموس بدا لي من عنقي من اللور تكا لي على وجهي نفتحوا لي غادي يضرب لي الجهه الاخرى. لقيت ايديا مشاو لي الصبعان كاملين شت عين لولا واحد السيد تواجده الله بالف خير، يعني لو ما شدوش كان نضها لي تقرض ليه الموس في عنقي، يعني لو ما تقرضش لي الموس في عنقي كنت انا. وروه لي رجال الدارك ديال الموس ديال الخضره ولكن مضيه بالمزيان، يعني مضي وحك لي ما عرفت شو ما عرفت شنو هو قالوا لي باش ديك الضربه اللي ضربني ما تبراش. انا كنبغيك الا ما كنتيش ليا انا ما غتكوني حتى شي واحد اخر، وانا اللي كيبغي شي واحد ما غيديرش لي هاد الحال. لو كنت راجل وكافيني ومقادني وهز ولادك وهزني انا ما كنتش غادي نهز راسي ونمشي نخدم عند بلدان الناس. كنت بقيت صبرت على ولادي كما صابرين الناس وبالحلال وخدامه، ولكن انت ما كفيتيني ما كفيتي ولادي وزيدها عليا بالعصا وزيد عليا بالضرب. صح كنت راسمه بزاف ديال الاحلام كنقول غنعيش السعاده، هذا السيد بغيته وبغاني، يعني غادي يعوضني على الاب ديالي اللي انا ما عشتش معاه، الطفوله ديالي مات وانا صغيره، كنت غيحقق لي بزاف ديال الاحلام مع واحد عنده 18 سنه. واحد عنده ما كنتش عارفه صراحه. ماما رفضات من الاول ومو حتى هي رفضات ما بغاتنيش، ولكن حنا تحديناهم وكان هذا هو اصلا. في اول ليله العرس ديالي يعني انا يلا رايحه باقا باللبسه البيضاء عطاني تفرشيخه قدام الناس، يعني كيضربني راه كيبغيني راه كيغير عليا، ولكن هذه غلط. الشيء هو المره تسمح الراجل مره ولا يهز ايده عليها ولا يهينها ولا يقلل احترامها ولا هذا، خصها توقف عند حد. المصور كيصور ابتسم قال لي علاش تبتسمي صافي وبغى يعطيني عطاني شاني خلى ليا قنوفتي ديزه بالدم عيني زرقاء في ليله الدخله. انا حامله هو كيجرني بنتي الاولى، انا حامله هو كيجرني في الدروج كنلقاه مع البنات في الزنقه له درت كناكل تفرشيخ. يعني عشت صراحه العذاب، كنت كنقول ماشي مشكل، يعني انا درتها راسي ما كنتش نقدر نمشي نقول لماما صافي درتها بيدي ما نمشيش عليها. كي مشيت قلت ماما ما هي لا حول ولا قوه الا بالله، يعني بوحدها ما كاين حتى هي الحنين الله يرحي الوالد اللي غنعتمد عليه راه متوفي. يعني من اول ما ولدت التوام ديالي صافي تما وصلت لواحد الدرجه ديال الجنون، كنكون ناعسه حتى كنلقى راسي في الزنقه كنغوت صافي. وصلت لواحد الحاله نفسيه ربي اللي تيعلم بها صافي. قلت ليه الناس فرقني ولا غادا تجرى شي حاجه، كيقول لي انا نقتلك وما نفرقكش، انا ندير فيك عاهه وتبقاي قدامي مطرح بمرضي هذا. كيقول لي ما نفرقكش ديما كيضربني، يعني باقي الله عندي شهر هز واحد في التوام ديالي هز خبطه مع الارض وهز لي جنوي بغى يذبحني انا. يعني دائما كنت كنسكت وكنتحمل حيت ما عنديش فين غنمشي، حيت فاطمه الزهراء فين غنمشي؟ الوالده ديالي قلت لك راه شفتيها لا حول ولا قوه، عندها كاع الامور شي عند البوليس كيقول لي ما بين المراه والراجل ما غندخلوش. كنمشي كنرفع عليه شكوى كيمشي يبقى يطلب ثاني ويرغب وكيرجعني. رفعت دعوه الطلاق بلاصه المره 20 مره في الاول صافي. ملي كثروا المشاكل وكثر الضرب وكثر داكشي قلت لي ولد الناس انا صافي جاتني خدمه برا، انا بغيت غير الصراحه بغيت غير نهرب. قلت لي جاني صالير مزيان داكشي خليني بغيت نمشي نخدم. قال لي صافي سيري. شاف الوراق اللي جاوني في الاول، يعني جاتني فيزا ديال الشغل مربيه
يعني قال لي صافي هذا الشغل يعني لا لا كل شيء كنت جالسه في الدار بالموافقه ديالو كيشوف كيسمع كل شيء كاين لا تصبر هو مشاش معايا ولكن عارفني يعني من قدام وكان مشي كان جي ما كي صافي حتى شي حاجه نهار بغيت نسافر مشيت كانت وقعت لي نيت واحد المشكله في المطار كان عندي واحد الشيء في الكونتيست في 500 درهم رجعوني مشى هو النيت اللي طلعني خرجني داز موراه 15 يوم صافي هو اللي عطاني فلوس الطياره قال لي صافي سيري صافي ومشيت بقيت كنتواصل انا وياه كنتواصلوا شي كتصيفط لي فلوس صيفطت لي شحال من مره صيفطت صيفط كيشدهم عادي كيمشي لهم عادي عاد بالي انا كيصرف على الدراري هو ما كاين حتى درهم ما كيعطيها لي صافي غير ماما هي اللي شاده ولادي وهي اللي كتصرف وما كيمشيش يطلع عليهم حتى الطلام يعني الا مشى 200 درهم في الشهر ولا في الشهرين يعني انا اللي كنخلص بريفي قراو بريفي في ذاك الوقت حتى وصلت بنتي للخامس صافي عاد عييت ما بقيتش قاده وحيد اول مره فاش جيت اصلا السيد من تما حسيت بيه بدا كيتغير عليا يعني مني كنت انا تما السيد ما بقاش كيهضر معايا كيف ما كان في الاول ولاو التهديدات ثاني ولا السبان كيهددني بولادي كيمشي يدي الدراري كيصيفط لي تصاور ديالهم مضروبين شي مفتوح من راسو شي محروق من رجليه شي من وجهه بنتي بحال هكاك كيدير لهم هو هادشي ما عرفتش كيفاش المهم داكشي كيجرى عنده في دارهم كيفاش هادشي الله اعلم كيقول لي الا ما جيتيش غنقتل الدراري غنقتل الدراري صافي جيت جلست 3 ايام جا كيتهدد عليا بجنوي اليوم نقتلك وكيعاير بالمصطلحات هادي امتى المره الاخرى اول مره ملي جيت اها صافي جيت بدا كيتهدد عليا بجنوي غنقتلك غنفعل لك غنترك لك جلست نهار في المغرب سافرت ثاني يوم هربت خفت صافي جات ثاني عند ماما الغد ما خشيتيش على ولادك خشي خفت عليهم ولكن كنقول كيف ما كان الحال رباهم ما دار شي حاجه اللهم هو يتحمل مسؤوليتهم ولا نتحمل انا مسؤوليتهم حيت انا الا مشيت انا شكون غادي يهز ماما شكون غيهز ولادي ما كاينش كنقول اللهم نفلت انا براسي وديك الساعه اللي بغى يوقع يوقع عاودت رجعت المره الثانيه صافي رجعت حتى حاجه ما واقعه كان هو متعرض لواحد الحادث مشيت عنده شفت في دارهم هادي دازت الامور مزيان صافي جلست شهير ديالي ومشيت رجعت يعني كاين شويه فهاد الشيء شوفي انا الدار ديما كناكل العصر عندي تصاور عندي في اي مجيه كناكل فيها العصر تفرشيخه ديال العصا علاش غير ما رديتش التليفون علاش ما كترديش غير اللي خرجتي بلاصه وما قلتيهاش علاش ما غير اللي جا للدار وبحال هكا قلت شي كلمه ما عجباتوش تفرشيخ قدام ماما كيجرني انا وماما انا وولادي ما كيتسوق حتى شي واحد يعني دائما العنف دائما عمري ما ارتحيت في حياتي قاضي كيقول ليه انا كنبغي داك الشيء اللي درت ليه بحال هكا واللي كيبغي شي واحد كيدير لي بحال هكا لو كتبغيني ما غتطلقنيش لو كتبغيني ما غتخلينيش نمشي نسافر غتقد بيا وبولادي وغتخليني جالسه مع ما غتخلينيش نخدم من الاساس ما غتخلينيش نخدم في الشركات لا ما غنسمحش ليه حيت الا سمحت ليه غادي يخرج يدير فيا اكثر من هذا الشيء انا ما نسمحش ليه حيت سمحت المره الاولى وتهنت المره الثانيه وتهنت المره الثالثه وتهنت الرابعه واخر حاجه شوف شنو دار ليا خايفه على راسو خايفه على خدمته كيجيو دارهم كيترجاو فيا كيقولوا لي على حساب وليداتي حساب وليداتنا هما ما عارفينش حتى سميه ولاد ولدهم ما عارفينهاش 14 عام عمر شي واحد اختي فاطمه الزهراء ما جا دق على دوك الدراري وقال لي مش واكلين ولا شاربين ولا سولوا فيهم ولا ابدا غير مسؤولين نهار الاول ما بغاوكش ما غلموهمش ولكن وليدات صغار ما كيعرفوش وليدات صغار خصو يهزهم باهم يعني الدراري كيتوحشوا جدهم وجدام كيمشيو عندهم كيجريو عليهم كيقول لهم سيروا لداركم كيجيو الدراري وفي حالة ما الا جلسوا عندهم كيجيو مفرشخين هذوك الدراري كل واحد فيه عالم في وجهه لا حول ولا قوه شنو بغيتي بنتي دابا شنو كطالبي انا اختي كنطالب بالقانون المحكمة توقف معايا وتعطيني حقي وانا عندي ثقة كبيرة في القانون وعندي ثقة كبيرة في الحكومة المغربية وهم عندهم نفوذ وعندهم فلوس وانا هي معايا غير الله هو مدير جوج محاميين وانا ما عنديش حتى باش ناخذ حتى تاكسي حق الله العظيم فاطمة زهرة خشي صاحبتي هي اللي كتخلص عليا باش كنمشي وكنجي